بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجلى الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها، وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وعلى آله وسلم، واجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بها من وار الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا صمد، يا ملجأ القاصد، يا غوثاه، فأنت مقصد الكل ومقصود كل عابد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الصمد وعلى آله، الذي جعلته مقصد الخلق يوم القيامة فلا شفيع قبله، لأنه مقصود الحق من الخلق، صلاة تكون بها ملجأنا ونجاتنا ومقصدنا ومقصودنا وغياثنا وشفاءنا، وتورثنا من هذا الاسم حتى نكون سبب الغنى لأوليائك وعبادك الصالحين، وعونا للمحتاجين، وأمانا للخائفين، وغياثا للمستغيثين، وجارا للمستجيرين، يا غياث المستغيثين يا رب العالمين. اللهم يا قادر يا مقتدر، فأنت على كل شيء تريده قدير، وأخذك لمن خالفك أخذ عزيز مقتدر. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القادر المقتدر وعلى آله، الذي أقدرت قلبه ما لم تستطعه الجبال، فأنزلت على قلبه القرآن ليكون من المنذرين، وأقدرت لسانه فيسرت به كلامك بلسان عربي مبين، وأقدرته على إبلاغ ما أنزل إليه وبيانه، فواجه الأكوان بك حتى خرجت به من العدم، واستمدت منه أسباب وجودها وهدايتها، فأضاءت به الظلمات، وحيت به القلوب، وأبصرت به العيون، وسمعت به الآذان، صلاة تقدرنا بها يا قادر على متابعته وطاعته، والقيام بما كلفتنا به على الوجه الذي يرضيك عنا، حتى نكون ممن قلت فيهم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر،
يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأنه لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء المصنفات وشراحها في الدارين آمين. وهذا المجلس الثاني في قسم الأخلاق، وهو 10 أبواب. الباب الأول الصبر، وتكلمنا فيه وتعلق به سؤال يسأل: كيف يكون الصبر من منازل العوام؟ والله أمر رسوله بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله. أو الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للكل، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للعوام وللمتوسطين وللواصلين ولجميع طوائف أمته، وطوائف الأمة في الإيمان يتفاوتون. فالله مأمور بكل ما أمرت به أمته صلى الله عليه وسلم لأنه هو قدوتهم. فإذا توجه الأمر بالصبر للنبي لا ليتمثل الصبر، بل ليستمر على ما هو عليه من المداومة على طاعة مولاه والرضا بقضاء مولاه، ففي الظاهر صابر وفي الحقيقة راض صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمر، وعلشان كده ما زال الصبر من مرتبة العوام، لأن العوام ما زال لهم اعتراض داخلي على قضاء الله عليه، فيحتاج إلى أن يصبر على المر. فبالنسبة له القضاء مر، ما زال له اختيار، فهمت؟ أما النبي فبالنسبة له القضاء هو عين الرضا، فيكون في ظاهره صابر وفي باطنه راضي، فيكون في ظاهره أسوة للمبتدئين وفي باطنه أسوة للواصلين. فجمع الله فيه سبحانه وتعالى المقامات والأحوال كلها صلى الله عليه وسلم، فلا يدل أمته على شيء إلا ويكون قد عاش هذا الشيء على أعلى وجه. واضح؟ فلما بيقول له واصبر وما صبرك إلا بالله، هذا الأمر هل معناه لأن ينشئ صبرا لم يكن موجودا؟ فهمت ازاي؟ ولا أن يستمر على ما هو عليه؟ فالنبي كان قبل نزول الآية صابر أصلا، مش كده برضو؟ صابر أي مداوم على طاعة مولاه، مداوم على الدعوة إلى مولاه، مداوم على الرضا بقضاء الله. يعني معناه إذا أمرت الملتزم بالأمر معناه استمر على ما أنت عليه. يعني لما تلاقي واحد بياكل وتقول له كل، معناها إيه؟ معناه استمر على الأكل. لما تلاقي واحد نايم وتقول له نم، معناه استمر على ما أنت عليه من النوم. لما تلاقي واحد صابر وتقول له اصبر، معناه استمر على ما أنت عليه من صبر. لما قال له يا أيها النبي اتق الله، معناه استمر على ما أنت عليه من تقوى الله، لأنه كان متقيا لله قبل نزول الآية. فهمت المسألة؟ بيقول الشيخ التلمساني قال: واصبر وما صبرك إلا بالله، شاهد على صبر المتوسطين، لأن صبر المتوسطين بالله. واصبر يا مبتدي، واستعن بالله حتى تكون من المريدين، فيكون صبرا بالله لا بنفسك. يعني كأن الله لما بيقول له واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني انتقل من الصبر بالنفس إلى الصبر بالله، لأن هي مراحل. فهمت كلام الشيخ التلمساني؟ يعني الإنسان المبتدئ الأول نفسه موجودة لسه، له إرادة وله اختيار، وقلبه بيطلب منه حاجات ونفسه بتطلبه بحاجات، فيأتي قضاء الله على خلاف مراده فيقوم صبر نفسك. فهمت ازاي؟ قبل المعنى. فإذا استعنت بالله انتقلت من الصبر بالنفس إلى الصبر بالله، وهذه مرتبة أعلى تسمى مرتبة المتوسطين. فهمت ازاي؟ بعد كده تنتقل إلى مرتبة أعلى، الصبر على الله، يعني على قدر الله. فهمت ازاي؟ على أحكام الله، على مراد الله. وهذا كله بداية أول درجة لتصل إلى سلم، إلى الدرجة التي تليها وهي الرضا، اللي هو هنتكلم عليه النهارده. يبقى لا يدخل الإنسان أصلا ولا يرجع إلى ربه
إلا من باب الرضا. يبقى الصبر تمهيد للدخول في باب الرضا، والرضا سبب للرجوع إلى مولاه، بدليل قول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية. يبقى لا ترجع إلى الله إلا إذا كنت راضي. مش يقول له كده ارجع إلى ربك إيه، صابرة ولا راضية؟ يبقى أول خطوة للرجوع إلى الله من مقام الرضا. طب والصبر تمهيد للرجوع، فهمت إزاي؟ تمهيد، تمهد، كأنك بتفطم نفسك أولا بالصبر حتى تصل لمقام الرضا. فإذا وصلت لمقام الرضا دخلت في الرجوع إلى الله، فهمت بقى؟ ما قالش يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك صابرة، بل قال راضية. والرضا أعلى من الصبر، لأن الصبر كسمه، الصبر يكون على المر، مش كده برضو؟ تملي الصبر يكون على المر، سيدنا أبو علي الدقاق قال كده، الصبر كسمه، واللي يذوق قدر الله أنه مر يبقى لسه له اختيار، لسه له نفس بتذوق، فهمت؟ وإحنا عايزين نصل إلى مرحلة أننا نذوق بالله لا بنفسنا، بحيث أن يكون اختيار الله لنا هو عين مرادنا، ودي درجة أعلى اللي هي مقام الرضا، اللي هي بحيث أنه هو ينتقل من شعوره في القدر أنه مر إلى شعوره في القدر أنه يعني طعمه لطيف مش حلو. خد بالك ده طعمه لطيف زي المية، أنت تقدر تشرب المية وهي مش مرة، تتجرعها وأنت لا يظهر على وجهك علامات الاشمئزاز، لأن الماء لا طعم له، كده برضو لا تقول عليه حلو ولا بتقول عليه مر ولا بتقول عليه حادق، أهو الرضا كده مع القضاء. لا تبالي أفقرك أو أغناك، آنسك أو أوحشك، أدخلك الجنة وأدخلك النار، أعطاك أو منعك، لا تبالي. ليه؟ لأنه ده حكمه وأنا راضي بحكمه، مبتدي كده، فهمت بقى المسألة؟ يعني معناها أنك لا تذوق مرارة القضاء، بل يصير القضاء عندك كالماء يرويك ولا يؤذيك، يرويك ولا يؤذيك، وفي نفس الوقت لا طعم له، وإن كان ضروري في الحياة مع الله، لحياة إيه؟ النفوس مع الله، فهمت بقى المسألة؟ لكن إمتى بقى ترتقي أن تذوق القضاء حلو كالعسل؟ ده مقام فوق الرضا، يسموه مقام الشكر، مقام المحبة، ده مقام فوق الرضا كمان، ما هو كل مقام فوق مقام، فهمت بقى؟ ما هو ربنا بيقول إيه؟ إن المسلمين والمسلمات، المسلمين درجات، والمؤمنين والمؤمنات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، أي الصائمين عن الدنيا والمخالفات، مش الصائمين رمضان، ده الصائمين عن الدنيا والمخالفات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني المسلمين هم درجات يا سيدي، انت عايز تخلي المسلمين كلهم درجة واحدة؟ البداية الإسلام وفي الآخر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، دي أعلى درجة، وبينهم مقامات كثيرة متفاوتة، وكل مقام له مجاله الواسع، يعني في ناس في أول المقام، وفي ناس في نص المقام، وفي ناس في آخر المقام، ناس تتفاوت كمان، فهمت بقى المسألة؟ علشان كده ما زلنا نقول أن الصبر هو مقام العامة، لأن العام ما زال له اختيار. ده في ناس بتسيء الأدب مع الله في الأقدار، يعني لما ربنا قدر عليه حاجة كريهة يقول له هو ما فيش حد إلا أنا تعمل فيا كده، ما بتسمعش واحد يقول كده؟ قليل الأدب، ده قليل الأدب مع الله، قليل الأدب مع الأقدار، وقلة أدبه لأنه ما زال في مقام الإسلام ولم يرتقي إلى مقام الإيمان، لأن مقام الإيمان في الرضا بقضاء الله حلوه ومره، مش كده؟ مش النبي بيقول الرضا في الإيمان إيه؟ الرضا بقضاء الله حلو ومر، يعني الرضا، ولا قال الصبر؟ مش لما سئل عن الإيمان قال إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
كده، والقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، مره عند الصابر وحلوه عند المحب وبينهما عند الراضي. يبقى النبي جاب كل المقامات بإيجاز، لأن النبي أوتي إيه؟ جوامع الكلم. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده، علشان تفهم كلام الأولياء لما يجي يتكلموا في المقامات دي، لابد إنك أنت لا تأخذ رأي مين؟ الذين لم يسيروا في المقام، لأن هم ما حسوش بيه فما يعرفش يشرح. فهمت إزاي؟ واحد ما كلش الحاجة دي ولا دقها ما يعرفش يتكلم عليه. حد ما شافش عمره المانجا يعرف يكلمك على المانجا وطعمها ولونها؟ لا شافها ولا دقها. ففي ناس ما شافتش الصبر ولا دقته، فلما يجي يسمع كلام العلماء فيه ينتقده ويعتبر ان كلام العلماء هو اللي غلط، والحقيقه ان الغلط فيه هو. ليه؟ لانه هو ما دقش هذا المقام. اول ما يدوقه ويعيشه، اول ما يقرا كلام العلماء يقول اه فعلا عندهم حق، يطلع صح. يطلع ايه صح؟ فهمت بقى ازاي؟ عشان كده ما تتجرأش. يعني لما تقرا كلام تظن انه متناقض عن فهمك، فاعلم ان التناقض في عقلك انت لا في كلام العالم. اتهم نفسك ولا تتهم غيرك، والا تبقى وهابي. احنا بنعيد على الوهابيه ايه؟ اللي هم خوارج هذا العصر، ان هم بينتقدوا المسلمين وعلماء المسلمين واقوال كل من خالفهم على اعتقاد ان كل من خالفهم ليس فاهما، وكان جعل نفسه هو المقياس على الفهم. فهمت ازاي؟ وعشان كده قفل على نفسه باب الفهم، يقعد يعترض وخلاص. لدرجه لما يجوا يحققوا كتب هؤلاء القوم يجي يعترض، يقول له يا ريته ما قال كده، كان احسن يقول الافضل كده، يقعد يعدل عليهم وهو اصلا ما بلغش درجه تلميذ يقعد قدامه يتعلم منه. بينتقد كلام الاساتذه الكبار. فهمت بقى المساله؟ فعلشان كده احنا علمنا مشايخنا انك انت لما تقرا، كان احد مشايخنا يقول لنا ايه؟ الشيخ ما يغلطش يا ابني. تيجي تقرا الجمله تقول اه ده الظاهر الشيخ اختلطت عليه، يقول لك لا يا ابني الشيخ ما يغلطش، انت اللي تفهم غلط لكن الشيخ ما يغلطش. فهمت؟ فاتهم نفسك. علمونا كده انك انت تتهم نفسك، تقرا حاجه لاقيها مش راكبه في مخك، اه العيب فيا انا، اصبر بقى وما اعترضش، اصبر وما اعترضش لحد ما الاقي حد يفهمها لي او ربنا يرقيني فلاقي نفسي فهمتها. فهمت؟ انا من 30 سنه فتحت كتاب الفتوحات المكيه لابن عربي، عندي الكتاب في البيت حاطه في المكتبه لكن لم اقراه. من 30 سنه حاولت اقرا فيه، جبت المجلد الاول وقريت حوالي 50 صفحه ان افهم حاجه. اصبر، قعدت اقرا اول 10 صفحات مش عارف افهم، اقول اما اصبر شويه يمكن افهم، قعدت اقرا لحد يمكن صفحه 50 صفحه في الكتاب، وصفحته قد كده كبيره، الطبعه اللي عندي صفحته كبيره بمقام 3 صفحات، يعني 50 صفحه كاني قريت فيه 150 صفحه في الكتاب العادي. وفي الاخر لقيت مش عارف افهم كلام الشيخ. فعملت ايه؟ رحت قافل الكتاب وقريت الفاتحه للشيخ محي الدين ابن عربي، والله قريت له الفاتحه واتهمت نفسي لسه بدري عليا، ورحت حطيته في المكتبه ما قربتلوش خالص، فضلت سايبه في المكتبه وقاعد مع الله ماشيين في الطريق الى الله. بصيت لقيت نفسي بعد 20 سنه من هذا الموقف بقول كلام في دروسي. بعد كده جيت فتحت الكتاب لقيت ان انا بقول اللي بيقوله، والله بقول اللي بيقول، والله العظيم ده حصل. فهمت ازاي؟ وانا عندي يعني ممكن اقعد لكم قاعده اقول لكم انا قلت ايه في دروسي وعبرت عليها ازاي بالاسلوب المعاصر، وقال ايه سيدي محيي الدين فيها باسلوبه، والمعنى واحد. لكن ده مش وقته علشان ما نضيعش. يعني الخلاصه ايه؟ انك انت لما تحسن الظن بالعلماء ربنا يفتح عليك ويفهمك، اما تسيء الظن على العلماء يوم ربنا ما يفهمكش، خليك كانك محلك سر، تقعد تعبد ربك 20 30 سنه ومحلك سر. ادي الفكره، احسن الظن بالمسلمين ربنا يفتح عليك، واذا اردت ان تسيء الظن بمسلم فانت الذي تسيء الظن بنفسك. اختار من المسلمين نفسك، سيء الظن بيه، ما تختارش حد تاني. فهمت ازاي؟ سيدنا عمر كده،
سيدنا عمر بيقول لو نادى مناد كلكم كل من في الموقف في الجنة إلا واحد، بيقول لظننت أنها عمر، لأن النبي رباهم على التواضع، رباهم على إيه؟ سوء الظن بالنفس، علشان الإنسان يكمل نفسه. إنما أول ما تحسن الظن بنفسك مش هتكمل نفسك بقى، دخلت في إيه؟ زكاة النفس، تزكية النفس. وربنا بيقول إيه؟ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، واخد بالك؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب. يعني لما تزكي نفسك بتبقى تفتري على الله الكذب، لما تقول انا فاهم وغيري مش فاهم بتفتري على الله الكذب، لما تقول ان الشيخ اخطا وانا هصلح له بتفتري على الله الكذب. فهمت ازاي؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب. فاحنا مش عايزين نضيع وقتنا في كل واحد يجيب لي ورقه علشان ارى للشيخ فلان ولقاها معترض على عقله. اصبر على نفسك، واللي تفهمه النهارده خير وبركه، واللي ما تفهموش النهارده ربنا هيفهمه لك بعد زمن، ما تقلقش. لكن استمر مع الله، واتق الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. لكن على اي حال، طول ما انت في طريق العلم وتحسن الظن بالعلماء ربنا يخليك في مصفهم، وتلاقي نفسك بتقول كلامهم من غير ما تقراه. والله ده اللي بيحصل، من غير ما تقراه تقوله، ومن غير ما تقوله تلاقيك نفسك عايشه كمان. فهمت؟ احسن الظن بالناس. نيجي نتكلم في موضوع النهارده، باب الرضا. قال الله تعالى: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. لم يدع في هذه الايه للمتسخط اليه سبيلا. يبقى المتسخط الغير راضي ده مش راجع لرب، ده راجع لنفسه، راجع لنفسه. لان ربنا بيقول ايه؟ ارجعي الى ربك ايه؟ راضيه. طب لو متسخطه ارجعي الى نفسك، تبقى راجع مع نفسك مش راجع مع الله. لا ترجع الى الله الا اذا كنت راضي. فهمت؟ وعشان كده قالوا الايه؟ المعترض مطرود، المعترض مطرود، مطرود على الابواب، ما يتفتحوش باب. طول ما انت معترض ما يتفتحلكش باب، لا يفتح الباب الا للراضي، بدليل ارجعي الى ربك. ارجعي الى ربك حالك ايه؟ راضيه. فاذا كنت راض زادك الله رضا فتصير مرضيه. شفت بقى؟ يبقى الراضي ربنا يزوده رضا. الحديث بيقول ايه؟ من سخط فعليه السخط ومن رضي فله الرضا. مش الحديث بيقول كده؟ ربنا بيديلك على حسب حالك. انت حالك السخط خلاص نديلك سخط كتير، ما هو ربك كريم. حالك الرضا هيديك رضا كتير لانه ربك كريم. من كرمه يعين العاصي على المعصيه لانه عايز يعصي، ومن كرمه يعين الطائع على الطاعه لانه يريد الطاعه. فهمت؟ ولا يظلم ربك احد. شفت انت لما ابليس قال لربنا انا عايز عصاك، مش عصاك لوحدي، ده انا هغوي الناس كلها، وعايز اعيش مدى العمر كله علشان اعمل كده. ربنا استجاب له ولا ما استجابلوش؟ استجاب له وامد. واخد بالك ازاي؟ يبقى ربنا اذا كان استجاب لابليس واعانه على المعصيه، لانه ربنا لا يتحداه احد ولا يقهره قاهر، فهو القاهر فوق عباده. فهمت؟ فربنا يعطي للعاصي، طالما عايز المعصيه يديله معصيه، واللي عايز هدايه يديله هدايه، لانه كما انه هو الهادي فهو المضل سبحانه وتعالى. فاللي عايز ضلال ربنا يتجلى عليه باسمه المضل فيضله، واللي عايز هدايه ربنا يتجلى عليه باسمه الهادي فيهديه. لأن اللي عايز ضلال وربنا تجلى عليه باسمه الهادي يبقى ظلمه، اداله حاجة مش عايزها. فهمت بقى؟ اداله حاجة مش عايزها. اللي عايز حاجة ربنا هيديها له، لأنه لطيف بعباده، ودود، بيحب عباده. فهمت بقى المسألة؟ فربنا بيعامل عباده على ما يريدون. لهم ما يشاؤون عند ربهم في الدنيا وفي الجنة على فكرة. لهم ما يشاؤون عند ربهم في الدنيا وفي الجنة. إذا شئت الهداية هداك في الدنيا، وإذا شئت الضلالة أعطاك ما تريد. فهمت بقى إزاي؟
وعلشان كده لابد انك انت، وعشان كده يهدي من يشاء، يهدي من يشاء الهداية، ويضل من يشاء، ويضل من شاء الضلالة. شفت المسألة؟ عشان كده لا يظلم ربك أحد، لا يظلم ربك أحد. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة اطمأنت لقضاء الله ولحكم الله ولشرع الله ولإيه؟ ولتقدير الله. اطمأن، فما بقاش يفزعه شيء، فهمت؟ فاطمأن خلاص، ما بقاش مفزوع من حاجة. أنا أبقى مفزوع من حاجة لو كانت إيدي في إيد ظالم، حاجتي في إيد ظالم، أبقى مفزوع، لحسن يمنعني، لحسن يظلمني. لكن أنا كل أمري في إيد مين؟ في إيد ربنا، هو اللي بيدبر الأمر، وربنا سبحانه وتعالى عادل ولا يظلم أحد. يبقى اطمئن على طول، اطمئن مقدما كده. فطالما اطمئنت مقدما يبقى اتفتح لي باب الرجوع إلى الله بالرضا. وعشان كده النبي يقول إيه؟ من رضي له الرضا ومن سخط عليه السخط. يعني أنت اللي ابتديت بالسخط الأول فربنا اداك، وإذا بدأت بالرضا الأول ربنا يديك. شوف أنت هتبتدي بإيه وربنا يمدك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وعشان كده لا يتصور الظلم من قبل الله عز وجل، لا يتصور، فهمت بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الإمام الترمذي بيقول: إن الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل الشقاوة في السخط والدجر. إن الله بقسطه وعدله، يبقى ربنا عادل أهو. عايز تبقى سعيد، خلي عندك يقين في الله وارضى بما قسمه لك، واعرف إنه لطيف بيك، فهمت إزاي؟ وإنه لا يظلم ربك أحد، لاقي نفسك سعيد. طيب اللي عايز الشقاوة عليه بالسخط والدجر، فيعيش بقى ساخط على طول، لو اداله الدنيا كلها يفضل ساخط، فهمت إزاي؟ فالسعادة في الرضا واليقين، لا في كثرة المال ولا في العافية ولا فيما تحبها النفس، بل في الرضا بقضاء الله، لأن قد تتعلق نفسك بشيء تحبه وهو ضرر ليك، فهمت بقى المسألة؟ عشان كده سلم الأمر لله. شوف ربنا بيقول إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني ربنا لا يفتح لك باب الرضا إن كان حالا من الأحوال إلا أن تكون أرضيته أولا، أرضيته أولا بالصبر على أحكامه والقيام بشرعه الشريف. يبقى أنت الأول أرضيته، فلما يرضى عنك، واخد بالك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يوم يرزقك حال الرضا عنه. يبقى مقام الرضا مكافأة من الله على من توجه إلى الله، فهمت إزاي؟ بالصبر أولا، وعشان كده رضي الله عنهم، يعني الأول رضي الله عنهم ورضوا عنه بناء على رضا الله، زي اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، فهمت؟ من ذكرني، من ذكر الله في ملأ، ذكره الله في ملأ خير من ملأ، فلا تذكر الله إلا إذا ذكرك الله، وإذا ذكرت الله ذكرك أكثر، فهمت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حديث معروف كلنا حافظينه، لكن قل من يعمل بمقتضاه، بيقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. حديث هو كلنا حافظينه: ذاق طعم الإيمان من رضي. طيب أمال المؤمن واللي هو صابر ومش راضي؟ ده مؤمن لكنه لم يذق الإيمان بعد. عشان تذوق الإيمان لابد تنتقل من الصبر للرضا، فهمت بقى؟ ده مؤمن بس لكن لم يذق طعم الإيمان، فهمت؟ طيب وفي احاديث ثانيه: ذاق حلاوه الايمان،
ده اعلى بقى، ده اعلى اكتر من كده. من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، شوف انتقلنا لمقام المحبه بقى، ده اعلى من الرضا، يوم يذوق حلاوه الايمان. شفت مقامات فوق مقامات، المساله مش هي كلها كده، لا. يبقى في ذاق طعم الايمان وفي ذاق حلاوه الايمان. طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فدخل في الاسلام، واضح؟ دخل في الاسلام صبر فرضي، فانتقل الى الرضا، يذوق طعم الايمان. طب طعم الايمان ده قد يكون مر وقد يكون حلو. لا تذوق بقى حلاوه الايمان الا لو كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما. عارف لو كان في حاجه تانية احب اليك مما من الله ورسوله، نفسك، شهواتك، رغباتك، يبقى ايمانك مر، طعمه مر. لان اذا كان حلاوه الايمان يبقى في مراره الايمان. يبقى في ناس مؤمنين ايمانهم مر على فكره، وفي ناس مؤمنين ايمانهم حلو. فهمت بقى المساله؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره المرء لا يكرهه الا لله، وان يكره ان يعود للكفر كما يكره ان ايه يلقى في النار. دي ثلاث حاجات يبقى ذاق حلاوه الايمان. فهمت؟ يعني كل الكلام اللي بيقولوه علماء التصوف دي اشياء نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بس هم عملوا ايه؟ شرحوا هذا، شرحوه بعملهم وبذوقهم وبارشاد الناس اليه. قال الله تعالى: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. لم يدع ربك يعني في هذه الايه للمتسخط اليه سبيلا. المتسخط اللي هو المتضجر الذي لا يرضى بقضاء الله، باستمرار مش عاجبه، باستمرار بيقول جتنا نيله بحظنا الهبات. فهمت؟ ما بيتريقوا عليه باللفظ ده. كان راجل رسام كاريكاتير رحمه الله، كان تملي يقول ايه جتنا نيله بحظنا الهبات، بيتريق على الانسان اللي ما بيرضاش بقدر الله. فده عمره ما هيرضى، ده لما طول النهار هيشوف ناس اعلى منه وهو عايز يبقى اعلى الناس، عمره ما هيرضى. فهمت؟ فما ينفعش ده. لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا. وشرط للقاصد، وشرط للقاصد الدخول في الرضا، وشرط للقاصد إلى الله الدخول في الرضا، أو وشرط للقاصد أي لله الدخول في الرضا. يعني ممكن تقول شرط وممكن تقول شرط، يعني شرط الله في الآية، تنفع كده وتنفع كده. والرضا معناه ايه بقى؟ الشيخ بيقوله لك: اسم للوقوف الصادق حيث ما وقف العبد. يعني ما وقف العبد مولاه، يبقى العبد هنا خليها مفعول به احد، لانه هو الذي وقفك، مش كده؟ برضو انت ما وقفتش نفسك، لكن ممكن تقراها حيث ما وقف العبد على سبيل المجاز، لان يجوز نسبة الشيء للي ظاهر عليه دون ان يكون هو الذي خلقه، تمشي على سبيل المجاز، لكن على سبيل الحقيقة هو الذي وقفك. فهم؟ وقراءة اللفظ على سبيل الحقيقة اولى. عشان كده ممكن نقول ايه؟ والرضا اسم للوقوف الصادق، علم على الشيء. الاسم يعني علم على الشيء، علم على معنى الرضا ايه؟ علمته ايه؟ الوقوف الصادق حيث ما وقف العبد، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا. يعني لما ربنا يقول لك قف هنا، فهمت ازاي؟ في الحالة الفلانية تقوم ايه؟ تبقى راضي، لا بتفكر ترجع ولا بتفكر تتقدم، تبقى راضي، لا يلتمس متقدم ولا متأخر. كان احد الصالحين يقول ايه؟ ما اقامني الله في امر منذ 40 عاما وتمنيت ان اكون في غيره. هذه اولياء بقى، في ولايه كبيره. فهمت؟ بس خد بالك ان الرضا متعلق بالفعل
ومتعلق بالقلب، لا متعلق بالفعل في الجوارح. فلا بد ان تكون جوارحك منصاعه لاوامر مولاك، ايه، تاركه ما نهاك الله عنه. دي اول حاجه عشان تبقى راضي بالفعل. راضي بالفعل يعني ايه؟ يعني ملتزم بالطاعات مبتعد عن المعاصي، دي راضي بالفعل. ثم بعد ذلك الرضا بالقلب اللي هو فيما قسمه الله لك. تبقى انت طائع لمولاك من حيث الشرع، راض بقلبك عما قسمه الله لك. في ناس يقول لك انا مش هصلي لما تجارتي تربح. طول ما هو بيخسر ومش لاقي شغل قاعد متنكد على القهوه. فهمت ازاي؟ ما ينفعش. انت لازم تكون طائع لمولاك على كل حال، سواء اعطاك او حرمك، سواء عافاك او امرضك. فهمت بقى ازاي؟ سواء قبضك او بسطك، سواء انسك او اوحشك، تبقى مستمر على طول مع الله كده راضي. عشان كده الراضي هو الذي ايه؟ يقف حيث وقفه الله، وقفه الله بمقتضى الشرع الشريف، فلا يرتكب المخالفات ولا يمتنع عن الطاعات، ويقف على قدر الله الذي قدره له في القسمة، فلا يتمنى الغنى وقد أفقره، ولا يتمنى الفقر وقد أغناه، ولا يتمنى المرض وقد عافاه، ولا يتمنى العافية وقد أمرضه. طب يعني ما يبقى ربنا يمرضني وأقول اللهم إني أسألك العافية يبقى حرام؟ لا، تسأله العافية من حيث عندي يعلم، لأنه قد يكون بيعافيك بالمرض. فهمت بقى إزاي؟ يعني وانت مريض متألم، صلي وقول يا رب عافيني، ما فيش مانع، يا رب خفف عني آلامي. لكن ما تختارش امتى والكيفية. تبقى راضي عن الهيئة ومفوض الكيفية لله. أحد الصالحين كان إيه بيدعي ربنا كتير، يا رب عافيني عافيني، أم ربنا جاله في صورة هاتف، كلمه من داخله. قال له كيف أعافيك مما به أعافيك؟ ده أنا بعافيك بالمرض، إن من عبادي ما لا يصلح إلا المرض، إن عافيته أفسدته. فأنت كل ما بتقول لي يا رب عافيني وأنت في المرض، أنا بخليك في المرض، لأن أنا لو كنت صححتك هفسدك. فأنا استجبت لك، بس أنت اللي مش فاهم. أنت اللي مش فاهم، أنت بتقول يا رب عافيني يعني بالطريقة اللي أنا عايزها. لا، يا رب عافيني بالطريقة اللي أنت تراها مصلحة لي. فهمت بقى يا أستاذ؟ فممكن واحد يكون ربنا مضيق عليه في الرزق وقاعد طول النهار يقول يا رب اغنيني يا رب، هو عايز يغنيه يعني يبقى عنده اموال كتير. لكن ممكن يبقى مضيق عليك في الرزق واغناك، يعني جعلك قانع بما رزقك الله فلا تستدين من الناس، يبقى اغناك برضه، لان في ناس اوسع منك رزقا وعليهم ديون، تبقى انت اغنى منهم، مش كده برضه؟ فعلشان كده لازم الانسان لما يجي يسال ربه، يسال ربه تعبدا لا اختيارا، تعبدا بس لبيان العبودية. أما الاختيار يتركه لله ويكون متيقن من الإجابة إن ربنا استجاب له. فهمت إزاي؟ استجاب لك خلاص، فتعرف إن العافية هو ما أنت فيه، ما أنت فيه هو ده العافية. ربنا بيقول ولو رحمناهم وكشفنا ما بين من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، مش كده برضو؟ يبقى العافية ان يخليهم في الضر عشان يقولوا يا رب يا رب. لكن لو عافاهم هيقولوا يا نفسي يا نفسي. فخد بالك من المسألة دي، انت لو فهمت ده عن الله تقوم ترضى بالله رب، يعني ترضى بالله حاكما، ترضى بالله قاسما، ترضى بالله مدبرا. تقوم لما ترضى بالله لهذه الحالة تقوم تفوض امرك لله وتثق في الله وتحب ربك. يعني في ناس كتير لما ارتدوا في الفترة الأخيرة يجوا تسمعهم في الحوارات التلفزيونية اللي بيجوا بيتضح ان هو بيكره ربنا. سبب ردته بيكره ربنا، هو ليه عمل فينا كده؟ وليه خلقنا كده؟ وليه أمرض من أمرض؟ وليه أعمى من أعمى؟ وليه أطرش من أطرش؟ وليه عاقب من عاقب؟ ليه وليه وليه؟ مش عاجبه حكم الله، فكره ربنا، فلما كره ربنا أنكره فترك دينه. لكن انت لما تفهم عن الله بقى تحب ربنا، واذا احببت الله احبك. فهمت ليه تحب ربنا؟ لان تعرف ان هو بيختار لك احسن حاجه.
طالما ربنا بيختار لك احسن حاجة وحتى لو انت مش قابلها فاعرف ان العيب فيك، العيب فيك وليس في اختيار الله لك، ده العيب فيك انت وليس في اختيار الله لك. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده النجاة من انك انت تفقد دينك حب الله ورسوله. في ناس كفروا عشان مش عاجبهم النبي كفر، وفي ناس كفروا عشان مش عاجبهم ربنا. فسبب الكفر حاجتين، واحد مش عاجبه النبي، واحد مش عاجبه ربنا. يعني انا كنت شفت برنامج من قريب، فواحد لا دين بيقول عن نفسه انه كان مسلم ولكن ترك المسألة دي، لأن في نصوص في القرآن بيقول لمحمد، مش عايز يقول له ما هو كفر بقى، مش بيقول بقى سيدنا محمد ولا بيقول صلى الله عليه وسلم، ما هو كافر بقى، بيقول لمحمد: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هو اشمعنى هو يعني؟ الله. فكان سبب كفره حقده على النبي، إن ربنا خص النبي بأحكام. فهمت ازاي؟ يبقى لازم تحب النبي الاول. عارف ده لو كان بيحب النبي كان يقول والله ده النبي ده مقامه اعلى من كده كمان. خصوصا ان النبي كمان ما استعملش الايه دي. يعني هو جت امراه وهبت نفسها للنبي بالرغم ان ربنا احلها له والنبي قبلها. النبي كان مشغول بحاجات ثانيه. يعني ربنا خص النبي باحكام كثيره ولم يستعملها صلى الله عليه وسلم اصلا. فهمت؟ هو اختصه باحكام كثيره ليه؟ عشان يبين لنا انه هو مخصوص، انه هو مفضل، هو يوحى اليه، هو صالح لان يستقبل القران وانت غير صالح، صالح لان يقود الناس ويعلمه وانت غير صالح ان تقود حتى نفسك. فهمت ازاي؟ فلما تحب النبي وتحب ربك عمرك ما تكفر ابدا مهما عصيت ربك. تصور بقى، لان طالما بتحب ربك وتحب النبي لما تعمل معصيه ضميرك مأنبك وتقول يا رب توب عليا، وتبقى زعلان من نفسك. الندم ده في حد ذاته توبه، انما اللي بيكره ربنا واللي بيكره النبي ما عندوش بقى نفس تلومه. فهمت بقى ازاي؟ فاوعى يكون في بينك وبين الله سوء تفاهم، لان ده يؤدي الى سوء الخاتمه. واوعى يكون بينك وبين النبي سوء تفاهم، لازم النبي يكون احب اليك من نفسك. فهمت بقى؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كيف تكفرون وانا فيكم؟ طول ما النبي فيك في قلبك عمرك ما تكفر ابدا، ولا لو رموك في وسط الكفار طول عمرك منذ أنعمة اصفار عمرك ما تكفر ابدا طالما فيك حب النبي. فهمت؟ بيقول كيف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في الايه؟ وكيف تكفرون وفيكم وانتم تطلع عليكم ايات الله وفيكم رسوله. كيف تكفرون؟ يعني بيستبعد طول ما النبي فيك عمرك ما هتكفر. وكيف تكفرون وانتم تطلع عليكم ايات الله وفيكم رسوله؟ عشان كده لازم تتربى على حب النبي. الوهابيه ما تربوش على حب النبي، الوهابيه تربوا على ان النبي مات، وتربوا على ان ما يحج مش مهم يزور المدينه، وتربى على ان النبي لا يسمع من يزوره في قبره، وان النبي لا ينتفع به بعد وفاته. مش دي تربوا على كده؟ فلما تربوا على كده كل اللي ارتدوا في الفتره الاخيره كانوا وهابيه. تصور بقى، كل اللي ارتدوا في الفتره الاخيره اتربوا على المذهب الوهابي الذي يربيهم على كراهيه سماع مديح النبي، الذي يربيهم على كراهيه سماع خصال النبي وفضائل النبي. فهمت ازاي؟ ما يحضروش اي مجلس فيه مدح للنبي، ولا يحضروا اي مجلس فيه كلام على فضائل النبي، وعلشان كده كفروا. فهمت بقى ازاي؟ لكن مقام الرضا، شوف بقى، رضي بالله ربا والاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لازم يرضى بالنبي كمان، نبي ورسول، مش يحط ايه راسه براس النبي، لا، النبي ده فوق الناس كلها. يعني هو مش من الناس؟ لا، من الناس بس فوق الناس كلها. هو من الناس يا سيدي عبد الله ورسوله، بس ربنا بيقول: وجعلنا بعضكم فبعض الدرجات. فالنبي نمره واحد. يقول لك: لا انا مش عاجبني كده. اه بقى انت غيران منه بقى، يبقى بتكرهه.
عارف لو بتحبه تبقى فرحان له، تبقى فرحان ان هو كده، لان كلما علا في مقامه كلما علوت معه، لان المرء مع من احب، فما فيش غيرة، بل بالعكس تفرح ان ربنا علاه، لان علوه علو لك. فهمت بقى المسألة؟ لكن في ناس حطوا نفسهم ايه، النبي زينا زيه، تقول له تلهي. طب النبي بيوحى اليه، انت بيوحى اليك؟ النبي ربنا شرح صدره، انت شرح صدرك؟ النبي اشار للقمر فانشق، وانت عملت كده حاجة؟ تبشير كده حتى لانسان ماشي في الشارع تعالى مش هيجيلك، والله دي الحقيقة. ده النبي اشار للشجرة تعالي، جاءت تخط الارض، تمشي على ساق بلا قدم، لان ربنا خلق الشجرة اصلا لا تتحرك، اقدامها متغلغلة في الارض، وخلق الحيوان اقدامه على سطح الارض، فالحيوان يتحرك بالارادة والنبات لا يتحرك بالارادة. والفرق بينه والحيوان والنبات ايه؟ ان ده يتحرك بالارادة عشان اقدامه فوق الارض، والشجرة لا تتحرك بالارادة لان اقدامها تحت الارض اللي يجدرها. يقوم النبي ينادي الشجرة يدعوها، تقوم تأتي اليه على ساق بلا قدم، تخط الارض خطوة. وانت عايز تبقى زيك زي النبي؟ طب الاحجار كانت بتسلم على النبي، تقول له السلام عليك يا رسول الله، واللي زيك الاحجار بتقول يا رب ريحنا منه. دي الحقيقة. النبي ريقه كان شفاء، وانت ريقك مرض. طب هات لي واحد مجروح كده وتفت في الجرح بتاعه، هيتحول لصديد وقيح وقرف. النبي كان يدفل في الجرح، يلتئم في الحال، مش يلتئم بعد اسبوع. فهمت ازاي؟ طب انت ريقك زي ريق النبي؟ عرقك منتن وعرق النبي طيبه بالطيب. فيقول له لا النبي زي ومش عاجبه الآية، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. لأنه ليه بقى؟ اتربى على المذهب الوهابي اللي بيقول له إن النبي زيه زيك، مش معنى أنا زيه زي ويبقى ليه أحكام خاصة. لا، أنا كاره القرآن وكاره النبي، يقول على نفسه كده. لأنه اتربى غلط. اتربى غلط. فهمت بقى ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الترمذي مرفوعا باسناد ضعيف وموقوف على سيدنا علي باسناد صحيح. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وآل بيته وتلاوة القرآن. ثلاث خصال. أدبوا أولادكم، إنما الوهابية أدبوا أولادهم على حفظ القرآن بس، وعلى اعتقاد أن النبي مات وأمه في النار وأبوه في النار. ربوا أولادهم على كده. مش كده برضه؟ وبالتالي تبقى حافظ القرآن وكافر. يعني في عواد من اللي ارتدوا كان إماما في المسجد، حافظا للقرآن، حج ثلاث حجات وكفر. صور كفر بعد ده كله؟ لأنه ما ترباش على حب النبي. فهمت ازاي؟ فاللي يحب النبي خلاص يفرح للنبي، يفرح إن النبي يبقى فوق الناس، يفرح إن النبي هو أول شافع، يفرح إن النبي هو أول مشفع. يفرح ان النبي هو امام المرسلين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. يفرح قوي لما يسمع كده، يبقى قاعد مبسوط. التانيين يسمعوا كده ياخد حذائه ويمشي. وشفناهم اول ما يسمع مديح النبي ياخد حذائه من المسجد ويمشي. لكن لو قاعدين بنتكلم في الاستنجاء من الخراءه، يقعد عشان يتعلم ازاي يستنجى من الخراء، والخراء جوه قلبه مش عارف يخلصها. فهمت بقى ازاي؟ طهارة القلب اولى من طهارة البدن. آل بيته. احنا تربينا كده، يعني احنا كنا واحنا صغيرين ابونا ايه؟ ياخدنا نزور سيدنا الحسين، نزور السيدة زينب، تربينا واحنا صغيرين كده. فطلعنا بنحب سيدنا الحسين، نحب سيدنا زينب، نحب آل بيت النبي. وتربينا لقينا ابائنا يقعدوا يقروا في كتاب دلائل الخيرات كل يوم جمعه يصلوا على النبي. تربينا على كده، عشان كده لما دخلنا الكليه ولقينا العيال الوهابيه دي ما عرفناش نمشي معاهم. لان كنا واخدين التطعيم من صغرنا. لقينا العيال الوهابيه دول يقولوا كتاب دلائل الخيرات ده كتاب باطل، لانه فيه صلوات على النبي غير وارده. وفي توسل بالنبي. ويقعدوا يتكلموا يقول لك النبي زينا زي. فروحنا سايبينهم، سايبينهم ياهو، ما رضناش نمشي معاهم. ليه؟
لان اتربينا على كده، اتربينا على حب النبي وآل بيته وعلى تلاوة القرآن. فلما لقينا ناس ما بتحبش النبي ولا توقره ما تغرناش فيهم، بالرغم ان هم مظهرهم احسن من مظهرنا ودقنهم اطول من دقننا وثوبهم ابيض من ثوبنا وحفظهم للقرآن امتن من حفظنا، والله دي الحقيقة. يعني انا كنت اصلي بيهم اتلخبط في الايات ويقعدوا يردوا ليا، وهم ما يصلوا ما شاء الله صاروخ ما يخطئ كأنه راديو شغال، بس ما تفرقش، المهم الحب في القلب، فاهم؟ فربي نفسك وربي اولادك على هذه الخصال. ليه؟ لان احنا في زمن يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. عض على دينك عشان تموت عليه. في ناس بتتولد مسلمه وبتموت على الكفر. حافظ على نفسك وحافظ على اولادك عشان ما تجيش يوم القيامه تلاقي مجموعه من ذريتك محشورين في زمره الكفار، هتتحسر حسره كبيره. فما فيش داعي، ربنا يحفظنا في انفسنا وفي ذريتنا ليوم القيامه. عشان كده بيقول لك والرضا اسم للوقوف الصادق حيث ما وقف العبد، لا يلتمس متقدما ولا متاخرا، ولا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا، ولا يستزيد مزيدا يعني لا يطلب زياده، ولا ايه، ولا يطلب ايه انتقال حال من حال، يسيب كده الامور لله، سايبها لله، الحمد لله. التجاره خسرت يا ابني، الحمد لله ما يجراش حاجه، يمكن لو كانت كسبت كنا هنفتري بالمال اللي عندنا، الحمد لله يا ابني. يفرح ولا يزعل، ما يزعلش على الدنيا، فهمت ازاي؟ ربنا كسب له تجارته الحمد لله، شوف جارنا الفقير ده يا ابني اديله، شوف ده يوم لما ربنا يديله يعطي، ولما ربنا يمنعه يصبر ويحمد ربنا وفرحان على كل حال كده، مبسوط كده على كل حال. يبقى الرضا هو السرور مع الله على الدوام، ده تعريف الرضا عندي، عندنا التعريف اليسري للرضا، انك طول عمرك تبقى مسرور بربك كده، فرحان ان ربنا ده ربك، وان هو اللي قدر لك، وان هو اللي اعطاك، وان هو اللي منعك، وان هو اللي بيرتب لك الامور، تبقى فرحان او تبقى مسرور كده، رايح تعمل مشروع المشروع يقف، يا سلام الحمد لله، لعله كان شاد وربنا صرفه عننا، مش يقول كل ما امشي في خطوه ربنا يقفلها قدامي، هو ايه الحكايه، هو ما فيش غير يا رب. ليه يا ابني؟ ما ربنا يمكن بيقفل امامك هذا الطريق ليفتح لك اشياء اخرى فيها بركه كبيره، اصبر، فهمت؟ ويمكن لو فتح لك هذا الطريق، يعني احنا لقينا مره ناس، قرينا حادثه، واحد جاء وكان حاجز في طياره فجاء متاخر، وبعد ما شالوا الميزان فاتخانق في المطار، وازاي تمنعوني وازاي مش عارف ايه، ونزلوا له الميزان وبتاع، وركب الطياره اتحرقت ومات فيها، وكل الركاب ماتوا. حادثه زمان وانا كنت في ثانوي سمعت عنها وكتبوها في الجورنال. بيتعجبوا بقى ان الراجل ده كان قاعد بيتخانق عشان اجله، يعني هو جاء اصلا اخروا التاكسي في المواصلات، فلما دخل المطار متاخر، قالوا لا خلاص ده في طياره هتقوم بعدها ايه بست ساعات، قال لهم ازاي؟ وقعد يتخانق معاهم ويحاول ويحاول ويدخل لرئيسهم ويعمل، في الاخر قالوا بقى الشوشره بقى معلش استثنوه وطلعوا الطياره. بعد ما الطياره اتحرقت بقى المضيفين يتعجبوا اللي في الارض. يعني الانسان ساعات ربنا يبقى هيمنعه من حاجه فيها ضرره وعلى خلاف مرادك، تقول انا تعطلت وانا مش عارف، لا بالتفعل ربما اخرك ليقدمك، وربما منعك ليعطيك، فهمت بقى؟ لازم تعرف كده. وعشان كده اللي يعرف كده بقى يوم طول عمره يحب ربه ويبقى مسرور مع ربه كده. قسم لي ابن مثلا عنده تخلف عقل، يقول يا رب كل عيلتي ولادهم كمل وانت تديني واد كده اهو بالمنظر ده، افضل كل ما ابص له احزن. يا ابني ده انت كل ما بتبص له ويجي لك حزن وهم في قلبك ربنا يرفع درجاتك. شفت قد ايه؟ والتاني اللي يشوف ابنه ناجح ده ويصر ما بياخدش ثواب على السرور ده. والتاني لما يشوف ابنه ويرحمه
ياخد ثواب على رحمته لابنه. شوف اي هم ونصب ووصب وحزن يصيب مسلم الا كان رأي محوا لسيئاته ورافعا لدرجاته. يبقى لما ربنا يدي لك ابن فيه مشكله ما تتمناش على فكره انه كان ربنا يديك ابن ما فيهوش مشكله. اعرف ان ربنا اداك الابن ده عشان كل ما تبص له ويجي لك رحمه وشفقه عليه وهم في قلبك يقوم ربنا يحط عنك سيئاتك ويرفع عنك درجات. شوف ابنك ده ما يعيش معاك بقى 20 30 سنه ونظرت له كم مره واهتميت بامره كم مره بعدد هذه المرات بعدد الدرجات اللي رفعتها. ساعتها تفرح لو ربنا ادالك ابن معافى وتفرح برضه لو ربنا اداك ابن ايه؟ غير معافى. ما تزعلش على اي حال. ما تزعلش على اي حال. ادي معنى الرضا هو السرور بالله على الدوام. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي تلاقي قلبك مطمئن ومستريح. لا ملهوف على حاجه ولا قلبك محصور على حاجه ما حصلتش عليها. فهمت بقى ازاي؟ من وجد الله وجد كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء. اعرف دي كويس. عشان كده ولا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا. شوف رب الرسول يقول ايه؟ لو اعطي ابن ادم واديا من ذهب لتمنى ان يكون له واديان ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. فهمت؟ لانه طماع 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 مش حي. انما اللي ربنا يتوب عليه يقوم ايه؟ يرديه. واذا رداه لا يستزيد ولا يستنقص. لما يديك حاجه تقول هي دي بس. ولو ما ادكش ليه منعتني؟ يعني لو اداك ما بتقولش الحمد لله ولو منعك مش عاجبك. لا صابر عند المنع ولا راضي عند العطاء. يبقى هتتعامل ازاي مع ربك بقى؟ فهمت بقى المسألة؟ فلازم تكون على هذه الحالة. هتستريح على فكرة. بدل ما تاخد مهدئات، وبدل ما يرتفع ضغطك، وبدل ما يجي لك ذبحة صدرية، وبدل ما تخش العناية المركزة ونستريح منك وأنت تستريح من الدنيا. فهمت ازاي؟ ما هي كده، الراضي تلاقي ما عندوش أمراض حتى جسمانية ولا بدنية، تلاقيه مقبل على الله ونشيط في العبادة وتلاقيه ناجح في عمله وراضي كده ومبسوط. والناس اول ما تشوفه كده تستريح، لان تملي الانسان الراضي تلاقيه ايه يعني شكله كده مريح، ثم يقعدوا معاه ينبسطوا منه. انما التاني الانسان اللي مش راضي منقبض على طول، اول ما تشوفه تقول يا ساتر مش عايزين نشوفه. فهمت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ احسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون. مش كده برضو؟ وهو من اوائل مسالك اهل الخصوص. ولا يستبدل حالا يعني ايه؟ يعني حالا مقدره عليه. اما لو كانت حاله غير مرضيه في الشرع فعليه ان يستبدلها بالتوبه. يبقى مش اي حال بقى، عشان تفهم كلام المشايخ. مش تيجي بقى ربنا اقامك في ترك الصلاه تقول انا راضي بما اقامني فيه، انا استمر على ترك الصلاه. الشيخ بيقول كده، لا تطلب المزيد ولا تستنقص، احنا كده مبسوط. ما بتصليش ليه يا ابني؟ يقول لك اصل انا تركت الصلاه فلقيت كده اريح. والشيخ بيقول استمر على ما اقامك الله. لا ما الشيخ ما قالش كده. الشيخ عمره ما قال كده. ده الشيخ بيقول لك ارضى بما اقامك الله فيه من حيث قدره فيك، في عطائه، في بلائه، في نعمائه. وغير حالك من المعصيه الى الطاعه. فهمت؟ مش تيجي في حال معصيه وتقول انا ارضى بحالي. لا يا سيدي، تبقى انت مش فاهم كلام المشايخ. فهمت؟ يبقى في احوال تستبدل واحوال يرضى عنها. الاحوال التي يرضى عنها ولا تستبدل احوال القضاء والقدر. والاحوال التي تستبدل هي الاحوال الغير مرضيه من الشرع. اي حال غير مرضي من الشارع عليك ان تستبدله بحال يرضاه الشارع وهو الله. فهمت؟ وهو يعني الرضا من اوائل مسالك اهل الخصوص، يعني اول قدم لاهل الخصوص. والصبر مقام العامة، لكن الرضا أول مقام لأهل الخصوص وأشقها على العامة. العامي بقى يحزن وقلب
بيتعصر وتقول له اصبر اصبر معلش. انما الراضي لا بيحزن ولا قلبه بيفاس. لكن على فكره لو حزن ما يتسخطش، لو حزن قلبه لكن لا يتسخط. عارف زي بالظبط ايه؟ زي اللي بياخد الحقنه وعارف ان فيها شفاء يقوم بتوجعه، يقوم ينفعل وهو بياخدها عشان بتشك بتوجعه، لكن هو بيسعى الى اخذها. فهمت ازاي؟ لانه ينتظر الشفاء. فالامتعاض مش معناه عدم الرضا على فكره. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضي الله. يبقى ممكن انسان يمتعض لانه ضعيف بشر، لكن في نفس الوقت راضي باختيار الله. فهم؟ يبقى الامتعاض يعني اظهار الحزن مش معناه عدم الرضا على فكره. يعني ممكن انسان يبكي ويزعل ويحزن ويفرح لانه ربنا تعبدك عند المنع بانك تحزن، وتعبدك عند العطاء بانك تفرح. فلما يمنعك انا عبد الله انا هحزن، اردتني احزن يا رب انا بحزن اهو. فاهم؟ مش تتحدى ربك بقى يحزنك تقوم تقول له تضحك وتبتسم، يعني مستغني يعني. عشان كده دخلوا على الامام الشبلي قالوا له ايه؟ ابنك مات، فوقف يرقص وقال شيء أراده الله فأحببت. فقالوا الرجل جن، رجل جن. والنبي لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه، مين مقامه أعلى؟ الشبلي ولا النبي؟ الشبلي عمل الله بالربوبية والنبي عمل الله بالعبودية. فقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله. أنت تريد أن تحزنني يا ربي فأنا أحزن وأبكي، ولكن في نفس الوقت أرضى بقضائك ولا أقول ما لا يرضيه. فالكمال العبودية مش الكمال أنك تعامل ربك بالربوبية. إذا ربك أرادك أن تحزن احزن، أرادك أن تفرح تفرح. فربنا يحب أن يظهر أن يرى أثر نعمتي على عبده. فهمت ازاي؟ وكذلك اثر بلائه على عبده. لا شيء انه يظهر الاثر، لكن الاثر ده يكون على البدن وعلى الجسد وليس في القلب. القلب فيه الرضا، يبقى الرضا دي عباده قلبيه. فهمت؟ فلما تشوف واحد بيبكي في المصيبه ما تقولش ده الراجل ده مش راضي، لا ده يمكن كامل، ده يمكن من كماله البكاء. فهمت بقى ازاي؟ فالنبي بكى. وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص وأشقها على العامة، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى رضا العامة، وهو الرضا بالله ربا وبسخط عبادة ما دونه، وهو قطب رحى الإسلام. يبقى علشان يدخل الأول لازم يبقى مسلم، فأول مقام يرضى بالله ربا عشان يتخلص من الشرك الأكبر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهمت؟ لكن ممكن يبقى مسلم ووقع في الشرك الايه؟ الاصغر. والشرك الاصغر ان تنسب الفعل لغير فاعله. تقول الناس ضروني والناس تعبوني والناس منعوني والناس ظلموني. ما بيعملوها اغنيه. ظلموني الناس ظلموني، وقعد يغنيها للصبح. فنسب ايه؟ الفعل للناس. ما ده شرك اصغر. يعني يدل على عدم كمال الايمان وليس على عدم الاسلام. فهمت؟ ده شرك اصغر. لكن الشرك الاكبر تبرا منه بالاسلام. ولكن قد تقع في الشرك الاصغر ان تنسب الفعل لغير الفاعل. فهمت ازاي؟ عشان كده اللي يؤمن بان الله هو الفاعل وان هذه كلها مظاهر تنتفي الخصومه بينه وبين الايه؟ الخلق. ما يبقاش بينه وبين الخلق خصومه. فهمت؟ لأن يعرف أن الفاعل هو الله. إن منعك إنسان فاعرف أن المانع هو الله، وإن أعطاك إنسان فاعرف أن المعطي هو الله. فساعتها تنتفي الخصومة بالكلية. إنما اللي واقع في الشرك الأصغر تلاقي باستمرار يقول لك فلان حرمني وفلان ظلمني وفلان طلبت منه كسفني وهكذا. يفضل باستمرار عنده مشاكل بينه وبين الناس. فهمت بقى إزاي؟ إنما التاني
اللي عارف ان المعطي هو الله، لو اجتمع الناس على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فهمت ازاي؟ يعني لو جالك ضر من جهه انسان ما تزعلش من الانسان، لانه هيجي لك ده كتب الله عليه، وبالتالي تنتفي الخصومه بينك وبينك وبين الناس. فلما يجوا يفتشوا في قلبك ما يلاقوش في قلبك كراهيه لاحد. ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ما في صدورهم من غل، يعني يبقى حالك حال اهل الجنه وانت في الدنيا. شفت بقى ازاي؟ يعني اهل الجنه ما فيش في قلوبهم غل، يعني تخش في قلب اهل الجنه ما تلاقوهم زعلانين من حد خالص. شوف قد ايه، مع انهم برضو عاشوا في الدنيا، هناك ناس ظلمتهم وناس ضايقتهم، بس هو مش شايف ان الظلم ده من الناس، ده المنع ده من الله رحمه. فهمت ازاي؟ والعطاء ده من الله، فضل من الله. فهمت المساله؟ وبالتالي تنتفي الخصومه. يبقى الرضا بالله ربا وبسخط عباده ما دونه ده يبرئه من الشرك الاكبر، يبقى مسلم، وهو قطب رحى الاسلام، يعني يقوم الاسلام على التوحيد، على البراءه من ان تجعل الله انداد. بدايته اشهد ان لا اله الا الله، هي كده محمد رسول الله، وهو مطهر من الشرك الاكبر، وهو يصح بثلاثه شرائط: ان يكون الله تعالى احب الاشياء الى العبد، واولى الاشياء بالتعظيم، واحق الاشياء بالطاعه. طبعا في خلاف، هل تقول الله اشياء؟ في خلاف، بعض العلماء يجيزوها تجوزا، بعض العلماء يقول لك ما يصحش تقول على الله شيء يا اخي. فهمت ازاي؟ لكن بعض العلماء يقول ايه، ما هو ربنا قال قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله شهيد بيني وبينكم. فهمت؟ فتجوزا ماشي، يعني يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، هذه المساله. الدرجة الثانية الرضا عن الله تعالى. الثانية صلحها لأن مكتوبة الثالثة في النسخة بتاعتنا، إيه المحرفة. الدرجة الثانية صلحها، مكتوبة الثالثة. الرضا عن الله، وبهذا الرضا نطقت آيات التنزيل. يبقى أول حاجة الرضا بالله ربا يعني بدين الله، خد بالك. والدرجة الثانية الرضا بفعل الله، والدرجة الثالثة الرضا بذات الله. فهمت بقى المسألة؟ تدرج. يبقى الأول أرضى بدين الله، مسلم، إن الدين عند الله الإسلام. ثم بعد ذلك أرضى بفعل الله وتدبير الله، فأبرأ من الشرك الأصغر كمان. زي ما برئت في الأول من الشرك الأكبر، برئت بعد كده بالشرك الأصغر، لأني رضيت بأفعالي ولا فاعل إلا هو. فهمت بقى؟ لو ترقيت بقى اعلى، اقوم ارضى بالله كده قبل ما اشوف فعله وقبل ما اعرف اي حاجه، يعني مقدما كده انا راضي بالله كده مقدما، اللي يعمله فيا انا راضي بيه قبل ما اعرف هو هيديني ايه. فهمت بقى المساله؟ يبقى دي درجات، هناك راض بالدين، والتاني راضي بفعل الله وحكمه، والتالت راضي بالله الذي يشمل دينه وفعله وذاته سبحانه وتعالى. فهمت بقى؟ الثانية الرضا عن الله يعني عن فعله وحكمه وشرعه. وبهذا الرضا نطقت آيات التنزيل، وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر. وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص، لأن أهل الخصوص برئوا من الشرك الأصغر كما برئ أهل العموم من الشرك الأكبر. فهم؟ ويصح بثلاث شرائط باستواء الحالات عند العبد. عنده طالما الحال يأتيه من الله فكله مستوي، طالما من الله قبضك راضي، بسطك راضي، أعطاك راضي، منعك راضي، وانت مالك يا قاضي. فهمت ازاي؟ لانك بتحب ربك. فهمت؟ يبقى باستواء الحالات عند العبد وسقوط الخصومة مع الخلق، لانه نسب الفعل للفاعل، فما بقاش بيكره حد ولا بينازع حد ولا حد مضايقه ولا حد قلقه ولا حد مخاصمه. فهمت بقى المسألة؟ سقطت الخصومة خلاص،
لانه فاينما تولوا فثم وجه الله، هو لا يرى العبد، يرى الرب فاعلا على الايه؟ في جوارح العبد. فهم؟ فتسقط الخصومه مع الخلق، والخلاص من المساله والالحاح، صلح، والخلاص من المساله والالحاح. المسألة تكون من القرين، المقارن ليك تبقى تكون من العبد، لكن من الله تبقى دعاء تدعوه. يقوم هو بقى اللي في الدرجة الثانية دي من الرضا ما يسألش الخلق ولا يرح على الخلق، فيتخلص من مسألة الخلق ومن الإلحاح على الخلق، لكن ينصرف إلى دعاء مولاه. فهمت بقى المسألة؟ ليه بقى؟ لأن خلاص لما انتفت الخصومة مع الخلق لعلمه أن الخلق لا تضر ولا تنفع، فصار عنده لا يسألهم ولا يلح عليه، لا يسأل ولا يلح. ما جاءك بغير مسألة رزق سقاه الله لك، مش النبي قايل كده؟ علشان كده يتخلص من المسألة، يعني سؤال الأقران، لأن الطلب من الأقران يسمى التماس، والطلب من الأعلى يسمى دعاء، والطلب أو الأمر من الأدنى يسمى إيه؟ أمر. يعني أما تؤمر من هو أدنى منك هذا يسمى أمر، ولما تطلب ممن هو يساويك يسمى التماس، ولما تطلب ممن هو أعلى منك يسمى دعاء. فهم؟ فهنا قال المسألة، التخلص من المسألة، يعني ما تطلبش من الأقران حاجة، ما تروحش للناس تقول لهم انا عاوز ومش عاوز، ساعدوني وخدوا بالكم مني، ما يقولش كده. فهمت ازاي؟ لو جاله خير منهم يقبله من غير ما يسال، ولا امتنعوا ما يلحش، لا يسالون الناس الحافة. فهمت؟ عشان كده الامام الشافعي كان يقول ايه؟ علمت ان القناعه راس الغنى، فصرت باذيالها ممتسك، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك. فهمت بقى المساله؟ اهدي المعنى التخلص. شوف حال الامام الشافعي عشان تعرف الامام الشافعي ده كان مقامه عالي. قالوا عليه كان ولي كبير، بعضهم قال من الابدال وبعضهم قال ده من الاقطاب، وشغلانه كبيره، اختلفوا في حال الامام الشافعي مع الله. بيبان حاله من كلامه. بيبان حاله وذوقه من كلامه. علشان كده يقول لك ايه؟ والخلاص من المسألة والإلحاح. لأن ابن آدم لو طلبت منه ولحيت عليه يضيق ذرعك، وربنا لما تلح عليه يحبك. فهمت بقى المسألة؟ يبقى المسألة من الناس، هي دي اللي بدي يخلص منها، ما يطلبش. عشان كده احنا ايه مذهبنا في الحياة؟ ايه مذهبنا في الحياة؟ لا نستجدي ولا نستغني، يعني لا نستجدي الخلق فنطلب منهم، ولا نستغني عن فضل الله ان اتى من قبله بغير مساله. ادي مذهبنا احنا في الحياه كده، طول عمرنا متربيين على كده. فهمت؟ لا نستجدي ولا نستغني، لان لو استغنينا نبقى مفترين. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، فما تستغناش عن فضل الله لانك مفتقر الى الله، ولا تستجدي خلق الله. فهمت ازاي؟ يبقى احنا بخلاصة مذهبنا لا نستجدي ولا نستغني، يعني لا نستجدي الخلق ولا نستغني عن فضل الله. فهمت بقى المسألة؟ الدرجة الثالثة والأخيرة، الرضا برضا الله تعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى رضي عنك قبل ما ترضى، فترضى برضا عنك، فلا ترى نفسك راضيا بل ترى نفسك راضيا برضا الله، فلا ترى نفسك فاعل بقى، فكأنه صار ثانيا في ذات الله، فلم ينسب حتى لنفسه فعل الرضا، لم ينسب لنفسه حتى فعل الرضا، ما قالش انا راضي، ده قال انا راضي برضا الله، يعني لولا رضا الله ما كنت من اهل الرضا، يعني الله هو الذي خلق الرضا في قلبي، رضي عني فرضيت عنه. فهمت بقى المسألة؟
يبقى الدرجة الثالثة اعلى كمان، يعني كل درجة فيه اللي اعلى منها، خد بالك. فلا يرى العبد لنفسه سخطا او سخطا ولا رضا، يعني لا يرى لنفسه فعلا، بل يرى ان الفاعل هو الله، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، زي ما قال كده سيدنا شعيب، وما توفيقي الا بالله. فيبعثه على ترك التحكم وحسن الاختيار، يعني لما يرضى برضا الله يعرف ان الرضا اللي في قلبه ده برضا الله عليه، لان ربنا بيقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي اول عنهم وبعدين رضوا عنه، يوم يبطل تحكم بقى، ما يتدخلش في احكام الله، يرضى بقى باحكام الله. عشان كده يقول لك ايه، فيبعثه على ترك التحكم، يعني ان هو يكون له اختيار في احكام الله، ده اللي يختاره ربنا هو ده الحكم، فهمت؟ وحسم الاختيار، حسم الشيء يعني قطع الشيء، ويقطع الاختيار يعني لو ربنا خيره يقول له اختار ما تختار، فهمت بقى؟ لانه حسم اختيار نفسه. سيدنا محيي الدين ابن عربي كان يقول ايه، اختار ما تختار، وابي يزيد البسطامي قال اختار الا اختار، فده مقام وده مقام. احنا مشربنا مع سيدي محيي الدين، مش مع سيدي ابو اليزيد، مشربنا احنا كده مشارب، الناس مشارب، احنا مشربنا اذا خيرنا نختار ما يختار. وهناك مشرب اخر كامل برضه، يختار الا يختار، فهمت؟ لان الذي يختار الا يختار ما زال عنده اختيار، انما من اختار ما اختار برئ من اختياره، فيبقى ده اعلى منه، فهمت؟ عشان كده يبعثه على ترك التحكم وقطع وحسم الاختيار، يعني قطع الاختيار واسقاط التمييز. يعني ما يشوفش ان في غير اختيار الله مزيه، يقول بس لو كان فعل فيا كده كان احلى، لو كان اداني بدل ما يمنعني كان افضل، يبقى بيرى هناك مزيه في غير اختيار الله، انما الثاني اسقط التمييز، يعني لا يرى هناك مزيه الا اختيار الله، فهمت بقى ازاي؟ كمان عشان كده بيقول لك هو اسقاط التمييز ولو ادخل النار، تعرف ان اللي فيه الحاله دي لو دخل النار يلاقيها جنه، مش هيلاقيها نار، هيلاقيها جنه، لان هو لا يتعود التأفف، والجنه محل الرضا، فلو دخل النار غير متأفف انقلبت جنه، فهمت بقى ازاي؟ خد بالك. وعلشان كده في المسيح الدجال النبي بيقول ايه، يدعو الناس الى جنته فان دخلوها وجدوها النار، ويحذر الناس من ناره فان دخلوها وجدوها الجنه، فهمت؟ فهي اللي بيشبه لك الجنه او النار هو عين نفسك، فلو نظرت بعين الله لاخترت ما اراده الله. شفت سيدنا ابراهيم لما اختار ما اراده الله وهو بيلقى في النار، ما قالش يا رب اطفيها، ما قالش كده، ما قالش لسيدنا جبريل طب خد بايدي ابعدني عنها، ما هو جاله وهو في الهوى، ما قالش كده، العلم بحالي يغني عن سؤالي، انا راضي بما قسمه لي، نزل في النار لقاها جنه بردا وسلاما. كان سيدنا ابراهيم عاش 120 سنه او اكثر، كان يسال ما هي افضل واسعد ايام حياتك، قال التي قضيتها في النار، دي اسعد ايام حياتك. شفت قد ايه؟ لانه لما رضي دخل النار راضي وجدها جنه، لما دخل النار راضي وجدها جنه، فهمت؟ علشان كده بيقول لك ايه؟ واسقاط التمييز ولو ادخل النار فتصير النار بردا وسلاما عليك. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.